لكن الحديث الثاني وهو قول عليه السلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، ليس فيه إلا أن الخير قد يكون في آخر الأمة كالمطر، قد لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. أما بالنسبة للسلف فقد عرف الخير فيهم، بل عرف فيه أنه أفضل خير وجد على وجه الأرض على الترتيب المذكور في خير الناس. أما الحديث الآخر: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، فإنما هو بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون في آخر الأمة خير، ولا ينفي أن يكون في أول الأمة خير، فقد أثبت ذلك للحديث المتواتر الذي أشرت إليه آنفا. وإنما يريد أن يلقي الروح في الأمة وأن يقطع عنهم اليأس من الرحمة، فيقول أن الخير قد يكون في آخر هذه الأمة كما كان في أولها. والأحاديث التي تصرح بقوله بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو في رواية حتى تقوم الساعة، هذا دليل أن الخير مستمر في الأمة وليس ينقطع، ولكن ليس كالخير الذي كان في أول الأمة في القرون الثلاثة.